ما عدا المكسرات، يعني ما عدا الكرزات اتركوها، ما عدا المكسرات سمي حبوب غذائية من ثلاث حروف. راح اتجاوب الاخت، ثلاث حروف سمي حبوب غذائية عدا الكرزات المكسرات. حمص. الحمص صح. الحمص من ثلاث حروف موجود. قرري مع من نلعب معكم. ناخذ. تفضلي اخت شمراء. وتفضلي سيده باسم الرائعه، اهلا وسهلا. والاخ رمائيل ذره. رمائيل يقول الذره، وصح ذره. اشمائيل. نعم. ما عدا المكسرات الكرزات سمي لي حبوب غذائيه من ثلاث حروف. قمح. القمح صح. واخذ دامكينا. صعبت عليك. ما عدا المكسرات يعني الكرزات سمي لي حبوب غذائيه من ثلاث حروف على شاكله حمص ذره قمح. خطأ أول مع الأسف بسبب الوقت. وأرجع إلى الشمرام. عدس. عدس صح. باقي ست احتمالات. وأخ رمائيل ها يلا. حبوب غذائية من ثلاث حروف. خطأ الثاني بسبب الوقت، من حقكم أن تتفقون. وأستاذ إشمائيل. دخن. 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 الدخن. لا خطأ. لا الدخن علف. أريد حبوب غذائية من ثلاثة حروف. علف ما له علاقة بالحبوب. يعني ناكله يصير. لا. والحيالي. الحيالي أستاذ وعد. نعم. ما عدا المكسرات يعني الكرزات وغيرهن اتركن. سمي حبوب غذائية من ثلاث حروف على شاكلة حمص عدس قمح ذرة. وبعد فول. فول و فول. فول و فول. فول 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 يا فول. فول صح. فول. والاحتمالين الآخرين ستة. الأرز و أربعة. الماش.